كهربا شايف ان مستقبله مع الاهلي غامض في ظل علاقته مع اللي باين ان هي متوتره مع موسيماني في المؤتمر الصحفي الاخير، حتى ولو الترجمه كانت غلط بس باين ان موسيماني متحفز ناحيه كهربا. بص اقول لك حاجه بصراحه، اكتر واحد غلطان في القصه دي الصحفي، انا ما اعرفش هو مين. يعني الاستاذ الصحفي اللي سال السؤال في حاجات كده، يعني انا راجل مش صحفي يعني، بس انت اكيد تقول اكتر مني. ما ينفعش ان انت حد، ما ينفعش تطلع مصادرك، ما ينفعش. بس هو ما قالش مصادره، هو الموسيماني فهم غلط يعني. المترجم هو الراجل الزميل الصحفي استاذ احمد الخولي طبعا، قال انا كل احترام ليه طبعا، هو قال الراجل قال صديق اعتبره مصدر مقرب من كهربا، هو اللي قال. المترجم لما ترجم لموسيماني قال له كهربس فريند، فموسيماني افتكر ان الصحفي هو يبقى صاحب كهرباء، ان الصحفي هو اللي صاحب كهرباء. هو مش قصده كده، هو قصده ان مصدر مقرب مش كهرباء. هو الواضح جدا ان موسيماني لو كان عايز ياكلها كان كلها بالظبط. ما انا بقول لك، بقول لك في تحفز. موسيماني بس على فكره موسيماني كان واضح جدا في المؤتمر كله، انا اتفرجت عليه كله، ان هو كان مضغوط. مش عارف ايه السبب يعني، انا ما اعرفش ايه السبب اللي هو كان مضغوط فيه، بس كان واضح ان هو يعني حتى ردوده على الصحفيين ان هو يعني بيتهكم عليهم بعض الشيء. بعض الشيء. وانا زعلت من كده. لان انت النهارده يعني الصحفيين النهارده الراجل الساده الصحفيين والساده الاعلاميين بيقوموا بدورهم. بالظبط. هو النهارده جاي يشتغل زي ما انت بتشتغل، هو جاي يشتغل، جاي يعمل شغله، وشغلته ان هو يسال. وشغلته ان هو في وقت من الاوقات يبقى رخم شويه. بالظبط. شغلته هو بيحاول يطلع منك حاجه، دي فرصته. كل واحد مطلوب منه زي ما انت كابتن محمود الخطيب البوس بتاعك طالب منك حاجات، هو الراجل الصحفي برضو البوس بتاعه طالب منه شويه حاجات. بالزبط. صح ولا لا؟ طبعا. فهو ده بيشتغل، عايز يعمل، بيطلع منك معلومه. بالظبط. فلازم ان انت تحترمه، ولازم، مش بقول ان هو بيحترم، بس لازم ان انا اقدر الراجل اللي موجود اللي شغال، واعرف ان هو جاي يعمل شغلته زي ما انا بعمل شغلتي. فلازم اديله وقته، ولازم يا اما اعتذر عن مؤتمر الصحفي. انا في غرامه ايا كان كام، 50,000 جنيه انا هدفعها من جيبي، لكن انا النهارده مش مستعد اتكلم، مش هتكلم، مش هطلع المساعد بتاعي، او يا اما الغي المؤتمر. انما طالما خدت قرار ان انت تطلع وتقعد وتتكلم مع الصحفيين، لازم تبقى عندك يعني صدر رحب ان انت تسمع منهم. كهربا ما عندوش مشكله، كهربا الاهلي عارف شخصيته، عارف شخصيته عامله ازاي، وهو ماشي معاه بايه بيزقه كده يعني، فاهم؟ لكن كهربا لعيب كويس. كهربا لعيب كويس، لان هو بصراحه لو انا النهارده قارنت بين كل الاجنحه اللي موجوده اللي المفروض تلعب، كهربا اول واحد يلعب فيهم من الناحيه الفنيه. مزعج لعيب، لان هو انت مش عارف هو يعمل ايه. لا يقدر يعمل حاجه من الهوا، حتى وهو في اقل مستوى يقدر ان هو يخطف لك حاجه يجيب لك جون. كهربا لا، فهو هي دي ميزه كهربا. الاهلي عارف ان كهربا طيب على فكره، لان انا دربت كهربا وعارف كهربا طيب جدا، لكن لازم تبقى مسيطر عليه، ولازم توصل لقلبه عشان تقدر ان انت تطلع منه احسن حاجه. لغايه دلوقتي موسيماني مش عارف يعمل كده، مش عارف يوصل لقلب كهربا. بس امبارح في ماتش ودي عمل ماتش ودي مخصوص ولاعب في كهربا وسجل هدف حلو. هل دي ممكن تبقى ادفانتج او فرصه لكهربا ان هو ممكن يبدا؟ هو على فكره ما فيش وينج ليفت جاهز يبدا، الوحيد اللي جاهز وينج ليفت هو كهربا. مفيش حد تاني على فكره، لا طاهر جاهز، ولا حسين الشحات بيعرف يلعب شمال، ولا ميكسوني جاهز، ولا عبد القادر يقدر يبدا. في رايي الوحيد اللي يقدر يبدا يبقى بيرسي تا وقفشه وكهربا، وقدام محمد شريف، يبقى عندهم اربعه قدام جامدين.